إذن تعتبر الانتخابات الأمريكية حدثا محوريا ينعكس على السياسات الداخلية والدولية، خاصة مع الاهتمام العالمي المتزايد حول تداعيات تغيير القيادة في واحدة من أكبر القوى السياسية والاقتصادية في العالم. بيتحدد مسار السياسة الخارجية الأمريكية وفقا لرؤية الإدارة الجديدة، والتي تشمل أهدافها وطموحاتها تجاه الشؤون الدولية والمصالح الاقتصادية والأمن القومي. ومع بدء الحملات الانتخابية لعام 2024، تظهر أجندة السياسة الخارجية لكل من الرئيس السابق دونالد ترامب وهاريس مسارات مختلفة في عدة جوانب، وهو ما سيؤثر على صورة الولايات المتحدة عالميا. في سياق السياسة الخارجية لترامب، فهو يميل إلى نهج قومي تحت شعار أمريكا أولا، ويعتمد سياسة أقرب إلى العزلة الانتقائية، حيث يسعى لتعزيز المصالح الأمريكية المباشرة وتقليل الانخراط العسكري المكلف في الخارج. قد تشمل أجندته إعادة تقييم التحالفات التقليدية، بما في ذلك تقليل الالتزامات في الشرق الأوسط والتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية، مثلا تعميق العلاقات مع الدول العربية الغنية بالموارد. أما هاريس فتعكس سياستها الخارجية رؤية تستند إلى تعزيز التحالفات التقليدية ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان كأولوية. من المتوقع أن ترتكز على قضايا مثل تغير المناخ وحل النزاعات بطرق دبلوماسية وتوزيع التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في الناتو تجاه الشرق الأوسط. قد تتبنى هاريس سياسة دعم الاستقرار والحد من التدخلات العسكرية، مع الحفاظ على الشراكات الإقليمية وبخاصة مع الدول التي تشترك مع الولايات المتحدة في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب. لا محال أن نتيجة هذه الانتخابات ستؤثر على السياسة الأمريكية تجاه الدول العربية بشكل ملموس، إذ أن العلاقات مع الدول العربية التي تشمل التعاون العسكري والاقتصادي والدبلوماسي قد تتخذ مسارات مختلفة بناء على من سيتولى القيادة. إذن لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الدكتور هاني والدكتور عبد الوهاب القصاب والدكتور خالد هاشم. ومن سيدير هذه الندوة اليوم سيديرها الدكتور هاني. دكتور هاني تفضل. مشكورا. شكرا شكرا دكتورة، وشكرا لمركز الديمقراطي العربي في برلين لتكليفي بإدارة هذه الندوة الحوارية، وهي ندوة في جو ساخن حقيقة، هو جو الانتخابات الأمريكية. هذه الندوة من وجهة نظري هي ندوة حوارية حول أهم ما يعتري هذه الانتخابات وما سينبثق عن هذه الانتخابات من نتائج، وأبرزها النتائج على الصعيدين الأمريكي أولا والخارجي ثانيا. وحتى نعطي للندوة كل مساحاتها، ارتأيت ضمن هذا التكليف أن تكون الندوة هي ليست ندوة محاور، وإنما هي ندوة حوارية مع الأخوين العزيزين
بالعكس الدكتور عبد الوهاب القصاب أستاذ الاستراتيجية، وهو عضو زي الأقدم زائر في المركز العربي في واشنطن، وهو ابن الساحة الآن في الولايات المتحدة والأقرب إلى ما يحصل على الساحة الأمريكية من تجاذبات ومناقشات ساخنة. والأخ العزيز الأخ الدكتور هاشم التدريسي في جامعة الأنبار، وهو باحث سابق في المركز العربي للدراسات. وفاتني أن أذكر أيضا أن الدكتور عبد الوهاب القصاب هو أحد المؤسسين للمعهد العالمي لتجديد الفكر العربي، وكذلك الأخ الدكتور خالد عضو في هذا المعهد العالمي لتجديد الفكر العربي. وأنا المتحدث الدكتور هاني الحديثي، أستاذ السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. فأرحب بكم وأبدأ الحديث في رجاء من الأخ الدكتور عبد الوهاب بغضون دقائق يعني يؤشر لنا ما هي المؤشرات الأولية الآن على الساحة الانتخابية في الولايات المتحدة، ما هي المؤشرات الأولية فيما يتعلق بالولايات المستقرة والولايات القلقة، يعني القلقة في أقصد المتأرجحة بين المرشحين الرئاسيين الأساسيين في هذه الانتخابات. أرجو من الدكتور عبد الوهاب أن يعطينا فرشة بحدود دقائق عن هذا الموضوع. تفضل دكتور عبد الوهاب. شكرا جزيلا دكتور هاني، شكر موصول للمركز الديمقراطي العربي برلين وللدكتورة وفاء مركزة هذه الندوة. تحياتي أيضا لزميلي العزيز حضراتكم مدير الندوة وللأخ العزيز الدكتور خالد. الحقيقة هكذا هي الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة هي عبارة عن إلى أن يعني الآن هنالك فرصة سأتطرق إليها، إلى أن يأن الأوان بالنظام الانتخابي الثنائي الذي يعتمد على حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، وهنالك شق طولي يشق الولايات الأمريكية إلى قسمين. أن الآن عندما تنظر إلى خارطة الولايات المتحدة تراها ملونة بلونين أحمر وأزرق، الأحمر يشير طبعا إلى الديمقراطيين والأزرق يشير إلى الجمهوريين، وهما كل من الفيل والحمار، أحدهما حمار والآخر فيل، يعني هذه أيضا حقيقة أخرى. الآن الرمزين، هاي الحيوانين هي رمزين للحزبين، الفيل يأخذ لم أكن مخطئ الجمهوريين والحمار الجماعة الديمقراطية. هذا الشق الطولي حقيقة متبلور ضمن ال50 ولاية ما عدا 7، لذلك هنالك 7 ولايات هي ولايات متأرجحة مرة إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء. في كل مرة مزاج الناخب الأمريكي في هذه الولاية هو الذي يقرر. ومن هذه الولايات ال7 هنالك ربما 3 ولايات سيكون وضعها حاسما في القرار على من هو الرئيس. وهذه الولايات الثلاثة هي ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، والولايات الأخرى اللي هي جورجيا وألاباما ونيفادا أوهايو، هذه ولايات يعني صحيح مؤثرة، يعني مجموع الأصوات مؤثر، لكن أصواتها في المجمع الانتخابي ليست كما هي أصوات بنسلفانيا وميشيغان و ويسكونسن.
يقال أن من يحسم ميشيغان وبنسلفانيا يحسم الانتخابات لصالحه. ويبدو أن رئيس ترامب أو المرشح ترامب قد حسم بنسلفانيا وحسم الكتلة الكبرى التي تقرر من هو الرئيس في الانتخابات الأمريكية التي هي ميشيغان، والكتلة الكبرى هي كتلة العرب والمسلمين، وسأتحدث عن ذلك في مسار. فالآن يعني يبدو أن الأرجحية بدأت تميل إلى لصالح الرئيس ترامب، بعد أن يعني تقول الأخبار هو مزاج في اللحظة الأخيرة هو الذي سيقرر. تقول الأخبار المتداولة أن بنسلفانيا حسمها ترامب، ولقاء بالعرب والمسلمين بشكل متواضع حقيقة، كان جدا متواضعا وأبدى الكثير من الاحترام لوجهة النظر العربية والإسلامية الرئيس ترامب على غير ما هو متوقع منه. في ميشيغان يبدو أن ميشيغان ستصوت لصالح الرئيس ترامب، وإذا ما صوتت ميشيغان بالكتلة التصويتية الكبرى للعرب الموجودة هناك لصالحه فسيحسم الانتخاب. هذه فرشة سريعة عامة على ما هو الوضع عليه الآن في الولايات المتحدة. دكتور، طيب شكرا دكتور. اللوبي اليهودي يعني وين يكون مؤثرا؟ نعم، وهذا من الأمور التي أسهمت في أن يحسم ترامب أمره ويتماهى مع تطلعات المواطنين الأمريكيين ذوي الأصول العربية والمسلمة. اللوبي اليهودي لحد الآن لم يجير، لحد أمس أنا حقيقة يعني أتابع، لم يجير إلى أي من الـ إلى من سينتخب. ولكننا نعلم بأن اليهود يصوتون للحزب الديمقراطي عموما، يعني لا يصوتون للجمهوريين، يصوتون للحزب الديمقراطي. و ثمة شيء من التمرد بين أجيال اليهود الشباب الجديدة الذين خرجوا عن القالب الذي يرسمه لهم اللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة. هنالك الكثير من الأصوات الحقيقة اليهودية الحرة التي لا توافق على الذي يجري، ونحن نعلم أن الأزمة بين العرب والمسلمين والحزب الديمقراطي هي اثنين نقطتين رئيسية حقيقة. النقطة الأولى هي الذي عمله المتصهين بايدن في فتح أبواب الخزينة ومخازن السلاح الأمريكية للكيان، هذا واحد. والموضوع الثاني هو القيم الأخلاقية التي لا تتواءم مع تطلعات العرب والمسلمين. القيم الأخلاقية لدى الحزب الديمقراطي لأنه حزب أقليات، فهذا يدور المثليين، يدور المتحولين، يدور بين أقليات السود، يعني يبحث عن أقليات لكي تعطيه الأصوات. نعم فمن هنا جاءت هذه المنظومة القيمية هي المنظومة الأخرى. شكرا. دكتور، عفوا. يعني المعروف عن ترامب موقفه القوي إلى جانب إسرائيل، يعني في عدة، خاصة في ظل الرئاسة مالته السابقة، نعم، أنا أتفق معك قوي تماما، وهذا التحفظ حقيقة موجود لدينا جميعا من ضمنهم المتكلم. نعم لكن الذي جرى والذي رشح إلي من مجموعة من الأصوات العربية القريبة من الحزب الجمهوري والتي أوصلت رسالتها، عدا الإمام بلال الزهيري الذي زارهم الرئيس ترامب في المركز الإسلامي في ميشيغان واستمع إلى خطابه ومطالب العرب والمسلمين منه. وأظن أنني ربما أرسلت لحضرتك ولا نعم إذا تذكر. نعم، مطالب العرب والمسلمين كانت حاسمة، تطلب من الرئيس ترامب أن يكون أن بما معناه أن يغير سياسته وأن لا يكف عن نعت المسلمين نعم بالإرهاب، أن يلبي طلبات المسلمين، أن ينظر إلى أن يكون هنالك مسلم واحد على الأقل في جهاز اتخاذ القرار الذي سيشكله أنا الرئيس ترامب. هذا البرنامج كان برنامج لطيف حقيقة. نعم،
كان البرنامج لطيف واضح يعني في بعض. بالضبط. والذي ينظر إلى لغة الجسد لدى ترامب كان متماهيا تماما مع الطرح. تمام. هو حقيقة هنالك ثمة فرق رئيسي بين ترامب 2016 وترامب 2024. الفارق الرئيسي هو أنه لربما أخذ درسا من 3 محاولات اغتيال تعرض لها. نعم. والموضوع الثاني هو أنه لاحظ بأن مصلحة الولايات المتحدة هي ليست في معاداة العرب والمسلمين. أولا المسلمين 2 مليار إنسان، نصف ثلث العالم، هذا واحد. اثنين العرب يمسكون مفاتيح كل شيء، فلأجل أن تهيمن الولايات المتحدة على هذه المنطقة عليها أن تكون on good terms كما يقولون معهم، أن تتماهى معهم. بعدين النقطة الثالثة التي كانت تؤخذ على ترامب أنه ما كان يحكم لسانه سابقا، الآن تعلم ترامب كيف يتحكم نعم في الطريقة التي يتحدث بها. وحقيقة ترامب في عنده موقف، يعني ألف به كتاب أنا أتذكره، يعني عنده موقف نبيل من الحرب العراقية الأمريكية على العراق. نعم صحيح. هو دائما كان يعني كان صوته عاليا ولا زال حتى الآن. ولا يزال يطالب بمحاكمة جورج بوش. ربما اي نعم. نعم. أنا يعني طيب هو هذا اللقاء التلفزيوني حقيقة أنا تابعته، يعني كان في إشارة إلى أنه يعني سيلاحق، نعم يعني نعم لأنها أتت بالكوارث ليس على الولايات المتحدة فقط فحسب، وإنما على العالم. شكرا دكتور عبد الوهاب، شكرا لهذا التوضيح الأولي لطبيعة أو مسارات الانتخابات الأمريكية. دكتور خالد، من فضلك يعني إذا ممكن توضيح فيما يتعلق الاختلافات نعم بين الحزبين، يعني نعم ما يتعلق بالسياستين الداخلية والخارجية لكل من نعم الديمقراطي والحزب الجمهوري، كيف ترى ذلك؟ شكرا شكرا دكتور هاني على الاستضافة، وشكرا للدكتور عبد الوهاب على أيضا تواجده معنا، وشكرا أيضا دكتورة وفاء على جهدها الكبير في إخراج هذه الندوة بهذا الشكل الجميل الرائع، وشكرا أيضا للمركز الديمقراطي على الاستضافة. في الحقيقة دكتور أنا تناولت قضايا السياسة الخارجية بشكل أكثر وركزت عليه من قضايا السياسة الداخلية، يعني تركت قضايا على الرغم من طبعا أهمية القضايا الداخلية بالنسبة للمرشحين الاثنين ترامب وهاريس كقضايا الاقتصاد والإجهاض والحدود والهجرة، إلا أني ما يهمني هو تناول بحقيقة قضايا السياسة الخارجية، خصوصا القضايا أو الأجندة اللي تمثل تضارب ما بين كلا المرشحين فيما يتعلق بالعلاقة مثلا مع الصين، فيما يتعلق ملف حلف شمال الأطلسي والعلاقة مع الحلفاء، فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط الواسعة كإيران والحرب الدائرة الآن في غزة وجنوب لبنان. فهذه بالحقيقة ملفات تمثل ملفات متعارضة ما بين المرشحين الاثنين. كما ذكر الدكتور عبد الوهاب، فاحنا عملية التنبؤ حقيقة بفوز يعني أحد من فضلك المرشحين. دكتور خالد، من فضلك يعني إذا بالإمكان تركز لنا على موضوع الاختلاف بين أجندة الحزبين، يعني هي نعم السياسة نعم الخارجية للولايات المتحدة. أختصرها دكتور أقدم لك إياها بشكل موجز، يعني على قدر من الإمكان فضلك. فيما يتعلق بالعلاقة مع الحلفاء. الكل يعرف أن ترامب طوال فترة رئاسته السابقة دكتور حاول على إضعاف علاقة أمريكا بحلفائها خصوصا حلف شمال الأطلسي، فهو حذر عندما كان رئيسا بأنه لن يتدخل في أي وقوع، إذا ما وقع هجوم روسي على الحلفاء فإنه لن يتدخل. وإحنا كنا نعرف أن سياسة ترامب هي شعاره هو أمريكا أولا أو سياسة العزلة، وبالتالي هو يدعو أن تنسحب أمريكا من أي التزامات، ومنها أيضا التزام فيما يتعلق بالالتزامات المالية أو التزامات الحماية لحلف شمال الأطلسي، باعتباره وفق مبدأه هو عليه الذي يبحث عن حماية أو الذي يريد حماية عليه أن يدفع مقابل تلك الحماية. هذا هو مبدأ فيما يتعلق بالعلاقة مع الحلفاء. على العكس من ترامب كاميلا هاريس، لا هي من حيث مبدأها في السياسة الخارجية، احنا من الصعوبة طبعا بمكان أن نتنبأ بمبدأها في السياسة الخارجية، لكنها على ما يبدو أنها تسير على هدى رئيسها جو بايدن، فهي ايضا تعمل على اعاده الالتزامات الامريكيه مع الحلفاء والتاكيد على ان الالتزامات الماليه والتزامات الحمايه
وحتى فيما يتعلق بإذا ما تعرض الحلفاء إلى تحدي أو مواجهة عسكرية مع روسيا، فإن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي. أيضا هنالك نقطة متعارضة أخرى فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. أوكرانيا ترامب كرر مرارا وتكرارا بأنه قادر على إنهاء هذه الحرب. فكرته حول إنهاء هذه الحرب من خلال جلسة مفاوضات ما بين روسيا وأوكرانيا، ممكن أن تقدم فيها أوكرانيا اقتطاع جزء من أراضيها تمنح إلى روسيا. فهذه فكرته حول مثلا إنهاء الحرب في أوكرانيا، باعتباره أيضا هو مقرب إلى الرئيس بوتين نوعا ما، ويتمتع بعلاقات حسب ما يقول جيدة مع الرئيس بوتين. أما بالنسبة لكاميلا هاريس، لا، كاميلا هاريس هي تدعم كما هو معروف توجه الرئيس السابق بايدن بأن تقف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا. والولايات المتحدة كما هو معلوم دفعت عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقد كما نعرف أن ترامب هاجم كاميلا هاريس أكثر من مرة فيما يتعلق بهذه الأموال التي دفعت من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وقال على قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع لأوكرانيا مبالغ أو أموال أكثر من الأموال التي يدفع حلف شمال الأطلسي. وفي الحقيقة أو في الواقع فإن أوروبا أو حلف شمال الأطلسي قد دفع مبالغ تتجاوز المبالغ التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا جزء من السياسة الشعبوية التي يحاول أن يسوقها ترامب إلى الداخل الأمريكي خصوصا في فترة الانتخابات. فموضوع الحرب في أوكرانيا هو أيضا موضوع من الأمور أو من الأجندة الخارجية المتعارضة ما بين كلا المرشحين. ترامب يدعو إلى إنهاء الحرب، لكن إنهاء يقوم على اقتطاع جزء من الأراضي الأوكرانية وإعطاها لروسيا مقابل إنهاء هذا الملف، بينما كاميلا هاريس لا، تقوم على استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا من أجل استرجاع أراضيها وحصولها على ما فقدته في الحرب مع روسيا. فيما يتعلق بالصين، يكاد يكون الصين هو الملف الوحيد الذي يتفق به بشكل نسبي يعني كلا المرشحين. الكل يعرف أن ترامب قد اتبع سياسة متشددة مع الصين من خلال التعريفات الجمركية، من خلال السياسات المتشددة فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بالتجارة من أو الواردات الصينية. أيضا بايدن احتفظ إلى حد كبير بهذه التعريفات الجمركية، وذهب أبعد من ذلك وإنما شدد القيود التجارية مع التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين. ويبدو أن هاريس أيضا سوف تسير في هذا الطريق أيضا فيما يتعلق بالصين والتشدد مع الصين، لكن باعتبارها امرأة سوف تميل أيضا إلى موضوع مثلا حقوق الإنسان باعتبارها تنتمي من الحزب الديمقراطي، وربما تطلب من الصين فيما يتعلق في دعم موضوع حقوق الإنسان في هونغ كونغ أو في موضوع الأقليات في الصين. هذه المواضيع بشكل أو بآخر لا تهم ترامب على ما يبدو، لكنها تهم كاميلا هاريس أكثر. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، هنالك احنا كما هو معروف هناك توجه استراتيجي امريكي فيما يتعلق بالشرق الاوسط، هو تقليل او تخفيف الاهتمام او التواجد الامريكي في هذه المنطقه. هذا توجه استراتيجي، كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتبنون هذا الاتجاه. كلا الاتجاه فيما يتعلق بمثلا لاسباب عديده، منها ان المواجهه الولايات المتحده الامريكيه مواجهتها او عدوها الحقيقي هو الصين وليس هذه المنطقه، وان هذه المنطقه اثقلت الولايات المتحده الامريكيه بحروب وخسائر مادية وبشرية كثيرة. فالولايات المتحدة الآن تتجه إلى تقليل الاهتمام أو تخفيف اهتمامها بهذه المنطقة، لكن من خلال تناولنا للقضايا التفصيلية ممكن نقول أن ترامب ينظر للشرق الأوسط بأنه أيضا مكان للحروب الأبدية. هو دائما يوصف الشرق الأوسط بأنه مكان للحروب الأبدية، وهي العبارة التي أطلقها على ضرورة الانسحاب من هذه المنطقة وترك دول هذه المنطقة تدير نفسها بنفسها. وإذا ما أرادت الحماية فعليها كما هو معروف مبدأ ترامب أن تدفع المال مقابل تلك الحماية. هاريس سوف تستمر أيضا في سياسة يعني رئيسها بايدن في هذا في ما يتعلق، لان كلنا نعرف ان بايدن ايضا هو صاحب فكره او الانسحاب من افغانستان، وبالتالي هو ايضا سياسته هي تقليل التواجد في هذه المنطقه. لكن اذا ما دخلنا في التفصيليات مثلا الحرب فيما يتعلق بالحرب في غزه، كلنا نعرف ان ترامب هو يميل ميلا كبيرا لاسرائيل، او هو كما معروف يميل الى تأييد إسرائيل تأييدا مطلقا. هو أول من قام بنقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس، واعترف بمرتفعات الجولان باعتبارها جزء من الأراضي الإسرائيلية، وهو أيضا قاد عملية التطبيع مع إسرائيل والدول العربية، وحاول أن يؤسس أيضا حلف أو تحالف إقليمي
يجمع إسرائيل والدول العربية لمواجهة إيران. هارس أيضا فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي هي تدفع باتجاه، وهذا هو توجه حزب الديمقراطي، أن تكون هناك مفاوضات وتسوية سلمية لهذا الصراع تقوم على أساس اتفاقيات السلام، دولة إسرائيلية ودولة عربية. فيما يتعلق بحرب غزة، طبعا ترامب أيد بشكل قاطع إسرائيل في حربها مع غزة، لكن الفارق الوحيد ما بين كاميلا هاريس وترامب هو أن كاميلا هاريس أيضا تدعم إسرائيل في حربها في غزة، لكنها يعني تدعو إلى عدم استهداف المدنيين في تلك الحرب، وتدعو إلى إنهاء الحرب غزة بشكل يحفظ للمدنيين، يعني توفر الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية. إيران دكتور أيضا، خالد، نعم تفضل نعم تفضل بشكل سريع، رجاء تفضل. كمل الدكتور تقريبا. إيران أيضا كلنا نعرف أن ترامب تبنى استراتيجية الضغوط القصوى تجاه إيران، وانسحب من خطة العمل المشترك التي تبنتها الولايات المتحدة آبان فترة أوباما، وحاول أن يضغط على إيران من خلال هذه الاستراتيجية التي تبناها بايدن، أعاد خطة العمل المشترك. وبالتالي في الفرق هو أن ترامب إذا ما جاء إلى الحكم فسوف ينتهج نهج الضغط على إيران واستخدام سياسة القوة مع إيران لإجبارها على الجلوس على المفاوضات وتقديم تنازلات ما يتعلق بالنووي. ممكن كاميلا هاريس سوف تدفع باتجاه عودة إيران إلى خطة العمل المشترك والضغط على إيران أيضا، وإلا فرض نوع من العقوبات أو زيادة العقوبات الاقتصادية على إيران حتى إجبارها أن تجلس على طاولة المفاوضات وتقدم تنازلات ما يتعلق بالملف النووي. هذا بشكل مختصر دكتور لبعض الملفات أو أجندة السياسة الخارجية واختلافها ما بين كلا المرشحين، كاميلا هاريس المرشحة الديمقراطية وترامب العفو وترامب المرشح الجمهوري. طيب شكرا دكتور خالد، شكرا لهذه الإيضاحات، حقيقة هي إيضاحات مهمة جدا، خاصة في يعني تحديد 3 مشاكل أساسية مهتمة ومهمة جدا، ليس النظام الحالي وإنما في تصور النظام الدولي، مستقبل النظام الدولي هي مشكلة الشرق الأوسط والصين ومشكلة تايوان وروسيا الاتحادية ومشكلة أوكرانيا. أما موضوع أفغانستان، المعروف أن ترامب هو الذي وضع خطة الانسحاب من أفغانستان وليس وبايدن، نعم وبايدن هو اللي هو يعني اللي هو اللي نفذ بايدن، نعم نفذها بشكل خاطئ من وجهة نظر ما هو دكتور هو الفك كلا الحزبين هو هذا توجه استراتيجي هو تقليل او تخفيف التواجد الامريكي في هذا لهذه المنطقه. المفارقة في هذا الموضوع، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، نجد أن يعني هناك إصرار على أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة يعني خالصة للمصالح الأمريكية والمصالح الغربية، بعيدا عن التدخل أو التواجد أو إيجاد موضع قدم لكل من روسيا والصين في هذه المنطقة، أنه هذه هي منطقة، هي العقدة الجيوستراتيجية في السياسات العالمية، ليس فقط لأهمية الموقع الجغرافي وإنما الموارد وخاصة الطاقة والغاز والنفط، وفضلا عن ذلك طبيعة العلاقات الأمريكية أو الغربية عموما مع الكيان الإسرائيلي. أما موضوع الانسحاب الأمريكي، أنا أعتقد يعني إذا يوافقني الدكتور عبد الوهاب أو لا، في موضوع الولايات المتحدة إحنا لاحظنا أن الإدارة الأمريكية في حينها يعني ذهبت إلى تقريبا التراجع النسبي في منطقة الشرق الأوسط لصالح الانطلاق نحو الشرق نحو الصين، وحينما أدركت أن هناك مشكلة سوف تحدث نتيجة هذا التراجع النسبي، عادت بقوة أكبر إلى منطقة الشرق الأوسط وحققت قدر من التوازن ما بين سياستها اتجاه الشرق واتجاه يعني الشرق، أقصد بها الصين ومشكلة تايوان والمنطقة الجيوستراتيجية المهمة اللي تخص بحر الصين الجنوبي وإلى آخره، ثم العودة سريعا إلى منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على أهمية هذه المنطقة للمصالح الأمريكية. لذلك ما أعرف دكتور عبد الوهاب، من وجهة نظرك يعني تصورك للاختلاف لدى المرشحة هاريس عن ترامب، يعني هاريس الآن تطرح
طروحات يعني يبدو أنها تبتعد نسبيا عن جو بايدن، ولكن من وجهة نظرك كمحلل وموجود على الساحة ومتابع لهذا الموضوع، يعني كيف تنظر إلى الاختلاف الذي يمكن أن تحققه المشارك المرشحة هاريس عن كل من جو بايدن وأوباما في باتجاه هذه القضايا طبعا، يعني قضية أوكرانيا، قضية الصين، وقضية الشرق الأوسط؟ نعم دكتور تفضل. شكرا جزيلا. حقيقة يعني ثم موضوع مهم جدا علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار، يعني ونحن نتناول هذا الطرح. موضوع يعني التوجه شرقا اللي هي باسيفيك دوكترين، اللي حقيقة يعني أوباما هو اللي تبناه بشكل في حقبته الرئاسية. وثمة عنصرين مهمين من العناصر التي دفعت أوباما أن يعني يذهب بهذا الاتجاه. العنصر الأول هو أن ثمة مشكلة شخصية لأوباما مع العالم العربي. هنالك كراهية، لا أنا حقيقة أنا فسرتها من جانبي بعد هيك تنبش. تبين لي والله أعلم أن أوباما من أصول إسماعيلية، نعم وهذا عندما نتأكد من أن قبيلة أوباما هي قبيلة إسماعيلية، خلص واضح أنه هؤلاء حقدهم مكعب وليس مربع نحو العرب، فهو يحقد على العرب لسبب لا غير مفهوم. يعني هو بعدين ثم التناقض مهم جدا، يعني إذا أنت تحقد على العرب إلى هذا الحد، كيف إذا اخترت جامعة القاهرة لتتوجه للعالم الإسلامي كله من خلال في أول تدشينك للرئاسة؟ يعني ثم عوامل متصارعة في نفسية هذا الرجل لكنها تعاظمت فيما بعد. يعني ربما كانت شبحية في أول أيام رئاسته، لكنها في المرحلة، هو تدري حكم حقبتين 8 سنوات، في نعم المرحلة الأخيرة يعني أصبح عدوا للعرب واضح. وكاتب خطاباته اللي سواه له معروف، هذا الرجل بين أنه لا يتحمل حتى اسم سوريا، لا يتحمل حتى اسم العرب، في حين نعم كان يعشق الإيرانيين اي وصفهم بالبداوة العرب، قال العرب ناس ووصف العرب بالبداوة. طيب هو ماذا نعم إذا نحن بدو؟ نعم طيب إذا نحن كنا بدو، يعني هذا الطرح الإيراني، ما نحن بدو، يعني لربما الشعب الوحيد في العالم الذي يحقد على العرب انطلاقا إلى منحدرهم الذي هو البداوة هم الفرس، والفرس المعاصرين ونخبة من الفرس كانت موجودة في الأيام التي كانت كنا فيها على وفاق مع إيران، اللي هي 1000 سنة. يعني دكتور نحن عشنا مع إيران، تصور هناك تأثير للوبي الإيراني داخل إدارة الحزب. سأتي إلى هذا الموضوع نعم بالتأكيد، سأتي إلى هذا الموضوع. فأوباما من هذه الناحية يعني ينحاز إلى الإيرانيين، وقد كان سخيا جدا معهم. يعني أعطاهم هذا الاتفاق النووي، أعطاهم مبالغ هائلة من الدولارات الأمريكية التي كانت محجوزة لدى الولايات المتحدة، بعدين فتح أبواب الحزب الديمقراطي لكي يسيطر على الإيرانيين، لكي يسيطر الخبراء الإيرانيين على الساحة. أنا كان عندي أسماء حقيقة، يعني لو كنت حضرتها عرضتها في إحدى مداخلاتي، هنالك حوالي 6 من كبار المثقفين الإيرانيين ذوي الأصول، من الأمريكان ذوي الأصول الإيرانية القريبين من منظومة الحكومة، مقسومين على الإصلاحيين، يعني في 3 يمكن منهم من جماعة روحاني، وفي 3 من جماعة ذولاك المتشددين. أين هذول هذا الموضوع؟ نعم أين هاريس من هذا الموضوع؟
هاريسون في أظن سأتيك إلى يعني شوي أختلف مع طرح حضرتك. أوباما الآن هو مدير الحزب الديمقراطي، هو منظر الحزب الديمقراطي، هو مرجع الحزب الديمقراطي، بحيث ترامب في واحدة من خطاباته قال إنه من يقول أن بايدن الذي يحكم؟ انظروا، الذي يحكم هو أوباما، وهذه حقيقة. نعم أوباما هو الذي يحدد الآن. لاحظ، أنا حقيقة إلى قبل الأيام، إلى أن يعني ضقت ذرعا بهم، كانوا يكتبون لي كثيرا يعني من هو الرئيس نزولا إلى، يأتيني يعني يأتيني بالبريد المعمم، ثم تأتيني مسج. فأوباما واضح نداءاته، هو الذي يدعو إلى التمسك بقيم الحزب الديمقراطي التي كما قلت نحن نتقاطع أو نتعارض، يعني بالعراقيين نحن نقول نتقاطع، بس الأخوة العرب يتقاطعون يتوافق، نعم التي تتعارض، التي تتعارض مع أجندة الحزب الديمقراطي. نحن أقرب إلى أجندة، الآن أقرب إلى أجندة الحزب الجمهوري منا إلى أجندة الحزب الديمقراطي، وسأوضح بعد قليل. فإذا أوباما لا زال مهيمنا أبدا. وهاريس الآن، الاختلاف الذي قالته بالديسكورس، بالحديث الذي تتوجه به، هي في محاولة لابتزاز الرأي العام أو الضحك عليه بأنها ليست بايدن، لأن بايدن أصبح يعني الرأي العام الأمريكي منزعج منه جدا لكثير من الأسباب، وبعض الأسباب سأقولها بعد قليل. نعم فتحاول بهذا أن تجسر الفجوة، يعني بذلت جهدا كبيرا في ميشيغان، لأنها حقيقة ميشيغان إحدى نقطتين للعرب والمسلمين، فيها تركيز كبير. لكن النقطة الثانية هي ديمقراطية، التي هي كاليفورنيا، وهي العرب هناك في سان دييغو، في يعني دكتور، هنالك، ما هو بشأن أوكرانيا والصين أيضا؟ سأتحدث الآن عن ذلك. نعم. فحاولت كثيرا أن يعني كما يقولون السوينج، تحويل أو جعل ميشيغان تقفز إلى سلة الحزب الديمقراطي كما فعلت في انتخابات 2020، والتي حقيقة الذي فوز بايدن هي 10,000 صوت عربي في ميشيغان، وهكذا حسم ميشيغان لصالحه، حسم الكلية الانتخابية لصالحه، الالكترال كوليدج كما يسمون. نأتي الآن إلى الاختلافات بالنسبة إلى كل من أوكرانيا أوكرانيا والصين. والصين. نعم، أوكرانيا واضح أن الرئيس ترامب في أجندته هو يعتبر أن الحروب هي عبث لا يوصل إلى نتيجة، وهي مكلفة جدا، وهي يعني تثقل كاهل الاقتصاد، وبذلك تثقل كاهل المواطن، وأنت تبدأ الحرب ولست من يقرر أن ينهيها، لا تدري أين تذهب الحرب. وهذه المشكلة في أوكرانيا كذلك، يعني أوكرانيا بدأها الرئيس بوتين، احتل الأقاليم التي فيها أغلبية روسية بقواته، واحتل القرم، وأظن أنا من وجهة نظري متواضعا أن ترامب سيضغط على زيلينسكي أو على الأوكرانيين أن يقبلوا بشكل من أشكال التسوية على هذه الجمهوريات الأربعة. لكن أنا أيضا أظن أن الرئيس ترامب ليس مع الإلحاق النهائي لشبه جزيرة القرم إلى روسيا لسببين رئيسيين. واحد منهم من وجهة نظر القانون الدولي أن الاحتلال غير مشروع، وإذا ما ذهبنا إلى محكمة العدل الدولية ستحكم محكمة العدل الدولية بعائدية شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، هذا واحد. لكن الموضوع الثاني المهم جدا، أن عودة أوكرانيا إلى
عودة القرم إلى أوكرانيا، الوطن الأم كما يقال، ستجعل بيد الغرب عموما، وأولا وأخيرا رئيس ترامب غربية، ورقة ضغط قوية على روسيا، لأنها ستقلل من حرية وصول روسيا إلى البحار. هي روسيا أساسا نكبت عندما انهار الاتحاد السوفيتي وخسرت أوديسا التي هي الميناء الأعظم الموجود على البحر. دكتور عبد الوهاب، من فضلك، يعني هل بالإمكان تتصور أن هاريس لو انتخبت رئيسة للولايات المتحدة سوف يكون هناك تغيير في موقفها عما هو الحال عليه لدى جو بايدن؟ يعني أنا هذا سؤالي، يعني ما هو الفرق؟ أنا قلت لك لا، هي لن تخرج عن إطار الذي رسمه أوباما ونفذه بايدن وهي معه. الموضوع وقوف أمريكا إلى جانب أوكرانيا وحث الأوروبيين على أن يعني يقفوا بنفس القوة ربما أكثر، هو يعني موجود على أجندة الديمقراطيين حتى الآن. ليس نعم، هنالك من يتحدث، ليس هنالك من يتحدث على يعني عن ضرورة إيقاف الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا. ترامب لا، ترامب كما قال الأخ خالد أيضا قبل حضرتك، دكتور خالد آسف، الغرب، ترامب يقول بأنه سيوظف مساعيه الحميدة لإقناع الرئيس ترامب للدخول بمفاوضات نعم، مع زيلينسكي، مع روسيا، مع أوكرانيا، يعني ربما سيجري شيء من التنازل عن الأقاليم الأربعة أو جزء منها أو مناطق التركيز الروسي إلى أوكرانيا وتعدل الحدود. يعني هذا هو ممكن، هذا الفرق بين ترامب وبين الديمقراطيين، وهذا هو الفرق بين هاريس وبايدن وأوباما. هي ستتمسك حقيقة بنفس الموضوع. هنالك عامل ضغط على كاهل الديمقراطيين شديد جدا، أنهم عندما تسلموا السلطة لم يكن هنالك تضخم في الولايات المتحدة. أنا المتحدث يعني كنت أدفع 10 دولارات على شيء، الآن أدفع عليه يمكن 18 أو 20 دولار. دكتور، خلينا الآن من السياسة الداخلية، يعني حتى ننتقل إلى الدكتور خالد، نشوف تعقيبه على هذا الموضوع فيما يتعلق، رجاءً، فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة، يعني التغييرات المحتملة كما تفضلت حضرتك وتكلمت عنها. دكتور خالد، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ تعقيبك. يعني دكتور، هو من الصعب الآن أن نفهم مبدأ كامالا هاريس في السياسة الخارجية. من الصعب التنبؤ بمبدأها في السياسة الخارجية، لكن هي على ما يبدو أنها تسير على هدى رئيسها السابق، لأنها متأثرة كثيرا بجو بايدن عندما جاءت وأصبحت نائبة للرئيس الأمريكي. لكن تبقى هي كامرأة من أصول هندية وأصول افريقيه، يكون لها بعض، وهي امراه يكون لها بعض البصمات فيما يتعلق بموضوع حقوق الانسان، في موضوع كما ذكرنا في منطقه الشرق الاوسط، في موضوع غزه مثلا، اللجوء الى موضوع حمايه المدنيين، موضوع انهاء الحروب، موضوع ان يكون في يتعلق بالمناخ، هي تركز على ان يكون هنالك يعني اتفاقيات المناخ ودمج الصين في عالم، العالم كما تسميه العالم الأخضر. فتبقى ممكن كبصماتها كامرأة، أيضا فيما يتعلق في موضوع المساعدات الأمريكية للدول الفقيرة والدول النامية في أفريقيا أو دول جنوب شرق آسيا، فممكن هي يعني سوف تلعب على هذه القضايا، مثل ما يقول القضايا الإنسانية. لكن فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية، أعتقد يعني وإحنا من الصعوب كما قلت أن نتنبأ بمبدأها في السياسة الخارجية، لكن أعتقد المسار الأساسي هو مسار جو بايدن فيما يتعلق ببصماتها في مجال السياسة الخارجية.
العفو دكتور. دكتور لا يوجد اسمع صوت. عفوا، ايه ما يتعلق بإيران، ما يتعلق بإيران، يعني ما هو التغيير المحتمل فيما نعم. لو جاءت هاريس إلى الرئاسة الأمريكية من وجهة لا نظرك؟ لا اعتقد الملف الايراني هو موضوع دكتور يعني شائك وموضوع معقد وفي اطراف اوروبيه، فاعتقد الموضوع هو حيكون المفاوضات، محاوله اجبار ايران كما ذكر الدكتور على الرجوع الى الاتفاق او خطه العمل المشتركه اللي هي تضم 5+1، واجبار ايران مره ثانيه للدخول في هذه المفاوضات من اجل اجبار ايران على ان فيما يتعلق بالملف النووي، لان كما نعرف ان ايران يعني او ترامب بالنسبه لخطه العمل المشتركه غادر هذا الموضوع من عندما كان رئيسا، وهو سوف يعمل ايضا على الضغط على ايران بشكل اكثر، لكن هاريس ممكن ان تدفع باتجاه يعني اجبار ايران او ترغيب ايران من خلال رفع بعض العقوبات الاقتصاديه عليها من اجل الرجوع الى خطه العمل المشتركه، وان تعمل ايضا على تهدئه ايران والاذرع الايرانيه في منطقه الشرق الاوسط من خلال ممكن رفع او تخفيف بعض العقوبات الاقتصاديه والوصول شيئا فشيئا الى نوع من الاتفاق الذي يرضي الطرفين الامريكي والايراني. بالنسبه لاسرائيل هي لا شك ان الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري هم يميلون بميل كبير الى دعم اسرائيل فيما يتعلق بالمواجهه مع ايران، لكن المفارقه البسيطه هو ان كاميلا هاريس ممكن ان تكون اقل حده من ترامب فيما يتعلق بالضغط على ايران، محاوله ان تكون هنالك نوع من الاتفاقيات ايضا ما بين اسرائيل ان تكمل المسار الذي بداه ترامب وايده ايضا بايدن، هو موضوع التطبيع في هذا الدول الموضوع العربيه ما بعد حرب غزه. يعني في فارق واضح بين السياستين، سياسة الحزب الديمقراطي فنقول اللي تعبر عنه الآن هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، وهو امتداد لموقف أوباما من إيران، وبين الحزب الجمهوري، رغم أنه احنا لا ننسى أن الحزب الجمهوري هو الذي تعاون مع إيران في شن الحرب على العراق واجتياح العراق، وكانت هناك شراكة مهمة بين إيران والحزب الجمهوري جورج بوش الابن في احتلال العراق. لكن أنا يعني أحب أن أسلط الضوء على مسألة مهمة، هو أنه الحزب الجمهوري والنواب الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي وكذلك الرئيس ترامب أو المرشح للرئاسة بالوقت الحاضر، هم أدانوا باستمرار سياسة الحزب الديمقراطي ورؤساء الديمقراطيين اتجاه إيران، سواء كان أوباما أو جو بايدن أو هاريس، خاصة أنه المعروف أنه إيران يعني قبل أن يأتي جو بايدن ما كانت تصدر بالنفط أكثر من 600,000 برميل باليوم، الآن إيران تصدر أكثر من 3.5 مليون برميل. هاي واحد. اثنين، الاتهامات اللي يوجهها ترامب وكذلك الحزب الجمهوري للديمقراطيين سواء إلى جو بايدن أو أوباما ليس فقط إبرام هذه الاتفاقية التي ينظر لها ترامب بأنها اتفاقية مخلة، وإنما أيضا في الإفراج كما تفضل الدكتور عبد الوهاب تكلم، الإفراج عن الأموال الإيرانية. يعني ترامب مصدق نعم لقد يتهم الديمقراطيين أن هم يعني أطلقوا بحدود 400 مليار دولار، وبالتفصيل 100 مليار دولار منها ذهبت من إيران لتمويل وكلائها بالمنطقة العربية سواء بالعراق أو اليمن أو سوريا أو لبنان. وهو يعد ترامب أنه يعيد القطار على السكة فيما يتعلق بإيران، ولذلك أتوقع أن الموضوع سوف يختلف من هذه الناحية. أنا حبيت أن أسلط الضوء على الاختلاف بين سياسة ترامب أو سياسة الحزب الجمهوري
في ظل ترامب. حتى دكتور، العفو دكتور، حتى في موضوع المواجهه الاسرائيليه الايرانيه، ترامب كان مؤيد للضربه الاسرائيليه لايران وقال ابدا اضرب ايران، يعني على عكس بل لا، الحزب هو بغض النظر، الديمقراطي ليدعو الى ما احنا تكون هناك حتى احتمال ناخذها للحرب. يعني حقل حقل حتى ناخذها. يعني هم اكو مسألة يعني تاخذ تشعبين او فرعين. اولا الامتداد الايراني بالمنطقة العربية، وهذا الامتداد له خلفيات، الخلفيات تمتد إلى روسيا والصين، وهنا هي المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سواء الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. ولذلك هم يريدون قصقصة الأذرع الإيرانية أو إيران. النفوذ الإيراني ليس انطلاقا من العداء مع إيران، أنا بتصوري لا يوجد عداء جوهري بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما موضوع التنافس الإقليمي أو التنافس على مناطق النفوذ بين إسرائيل وإيران. وترامب من هذه الناحية يرى أن الامتداد الإيراني هو امتداد غير صحيح، ولا ينبغي السماح له بالاستمرار، وينبغي أن يتوقف بل يتراجع أيضا إلى حدود الدولة القومية الإيرانية، وليس إلى حدود المنطقة المشرقية العربية. وهذا اللي حبيت أن أسلط الضوء عليه. أما موضوع إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي، هم الحزبين مع علاقات استراتيجية، يعني إسرائيل تشكل جزء أو ركن أساسي من أركان السياسة الأمريكية في اتجاه منطقة الشرق الأوسط، ولن يتنازل أي من الحزبين عن هذه الخطوط الحمراء. أما كيفية التعبير عن هذه الإشكالية وكيفية حل المشكلة، فهنا تبدو أن هناك يعني مسألة يؤكد عليها ترامب، أنه هو لو كان موجود ما كان سمح بأن يحدث ما حدث في 7 من أكتوبر مثلا، أو أنه هو مع حل المشاكل القائمة حاليا حلها بشكل سريع، وليس إطالة أمد الحرب، خاصة بعد أن ارتكب ما ارتكب في غزة وجنوب لبنان وإلى آخره. الآن أخي الدكتور عبد الوهاب، من فضلك إذا ممكن تعطينا تصور للاتجاهات الأساسية للسياسة الإيرانية اتجاه يعني المنطقة العربية، ماذا لو فاز ترامب؟ خلي نقول هذا يعني بهذا الصيغة، ماذا لو فاز ترامب؟ كيف ستكون السياسة الأمريكية اتجاه المنطقة العربية، حتى نذهب من التخصص العام للتخصص الخاص؟ نعم، واضح، واضح جدا حقيقة أنه حتى نأتي إلى الدكتور عبد الوهاب. آسف، ألو ألو، نعم، اسمعني، دكتور، ده تسمعني دكتور عبد الوهاب؟ أنا ده أسمع، نعم ده أسمع. نعم دكتور، تفضل. مقاربة الرئيس ترامب حقيقة حيال أي مشكلة في العالم وأي منطقة في العالم هي مقاربة ترامبية خاصة، يعني ليس بالضرورة أن تكون هي سياسة الحزب الجمهوري، بل ربما ستكون سياسة يفرضها ترامب على الحزب الجمهوري بالطريقة التي فرض نفسه هو على الحزب الجمهوري. نحن نعلم أن ترامب في حقبة من حقبات حياته السياسية المبكرة كان عضوا في الحزب الديمقراطي الذي يقوده الآن، لكنه رأى أنه لا مجال له لأن يتقدم فتحول إلى الحزب الجمهوري. والحزب الجمهوري الأوساط السياسيين التقليديين ما يحبوه لترامب، يعني ما لا ينظرون إليه بنظرة راحة، وإنما هو بمجموعة عوامل فرض نفسه على الحزب، كاريزما التي يتمتع بها و الشعبوية التي كان يتحدث بها والتي أنتجت تأييدا شعبيا واسع النطاق من قبل الأوساط التي تؤيد الحزب الجمهوري، و استطاع أن يسحق كل منافسيه على الرئاسة، يعني على الترشح للرئاسة
سواء في 2016 أو الآن. من هنا ينظر الرئيس ترامب إلى العلاقة مع العرب بضرورة توطيد العلاقة مع الأنظمة الموجودة حاليا، وهذه مقاربة تختلف عن مقاربة الديمقراطيين. يعني هو لا يهم أن يكون حكم ديكتاتوري في بلد ما، وهو كثير ما ضرب مثالا على العراق، قال كنتم تنقدون نظام صدام حسين بأنه نظام ديكتاتوري، لكن نظام صدام حسين الديكتاتوري كان هو الحصانة الأمنية التي جنبت المنطقة، ليس إيران فقط بل إيران وداعش والقاعدة لو كان بقي نظام صدام حسين هكذا يقول، هو عنده كتاب حقيقة أنا عرضته في وقتها قبل حوالي 10 سنين، لو بقي صدام حسين ما حصل الذي يحصل الآن في الشرق الأوسط. ولذلك مثلا دعونا نأخذ نموذجا وهو نظام عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي ديكتاتور، هذه حقيقة يعني، رجل ليس منتخب شعبيا وإنما مفروض على الشعب لكي ينتخبوه، ونحن نعلم بأن مصر تبحث عن فرعون دائما، يعني لا تميل إلى دعنا نقول ممارسة الديمقراطية إلى أبعد حدود، بل لو كانت هنالك ديمقراطية، وهذه هذا هو الطرح مال ترامب بالنسبة لهذه الحالات، لا يعني تمزق البلد ولم يعد هنالك من يمكن أن تتحاور معه. لذلك من هنا هو يؤيد أن تكون صلة الولايات المتحدة بالأنظمة الحاكمة في المشرق في الشرق الأوسط والوطن العربي علاقة جيدة بغض النظر عن نوع النظام الذي يحكم. أنا واثق أنه لو كان ترامب قد أتى إلى السلطة ونظامنا ما نظامنا الوطني ما قبل 2003 موجود، لما توترت الحالة ولما وصلت، وكذلك القذافي، حتى القذافي لو كان ترامب موجودا لما حصل الذي حصل في ليبيا، وهو دائما يأخذ أمثلة عن هذه، يقول انظروا هنا انظروا. فأعود وأقول بأنه حسب رؤية وجهة نظري متواضعة أنه سيديم العلاقة مع الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي، أنظمة الخليج. ونحن نعلم أيضا بالمناسبة في قمة الأزمة التي جرت بين قطر وزميلاتها الخليجيات الأخرى، كان في أول يوم أو يومين يهوى قطر إلى أن أفهم بأننا قطر هي مقر القيادة المركزية، قطر هي التي تقدم كذا، قطر هي التي تقدم كذا، فتدخل بجهده لكي يوقف ما كان مخططا لأن يجري. هو صديق الأسرة الحاكمة السعودية منذ زمن طويل، منذ أن كان رجل أعمال حتى قبل أن يكون رئيس، في علاقته بالأسرة الحاكمة السعودية علاقة قوية جدا، وأزعم أن علاقته بالإمارات كذلك بهذا المستوى، يحترم سلطنة عمان، يحترم نظام الحكم في المغرب وفي الأردن، لذلك سيسعى لترصين علاقته مع الدول العربية بحكامه، وليس يعني يضرب صفحا عن رغبات الشعوب، وهو الذي كما قلت يميز الحزب الديمقراطي عن، يعني هذا بايدن كان من اجل كان مقرر ان بلاك ليست السعودية يضعها على القائمة السوداء وينهبها، ينهب اموالها نتيجة قانون أظن جستر الذي يتعلق بأحداث 2001، يعني 11 سبتمبر، لكنه أجبر نعم عمليا على. كيف تنظر الموضوع تركيا دكتور؟ موضوع نأتي إلى تركيا. تركيا الآن هي في شمال سوريا، تركيا في ضوء تراجع الدور الإيراني الآن والفراغ الاستراتيجي الناتج نتيجة سحب تدمير تفكيك حزب الله وسحب حزب الله لمقاتليه من العراق وسوريا وربما اليمن، عددهم ليس قليل 40,000، نشأ فراغ استراتيجي من الذي سيملأه؟
ثم نتركيا قد عرضت سابقا، وهذا الموضوع انا اظن لو ياتي الرئيس ترامب ايضا الى الحكم، والرئيس ترامب على علاقه جيده مع اردوغان بالمناسبه، كان هنالك مقترح بان تدخل قوات تركيه الى قطاع غزه لكي تديم الامن والسلام. والان نتيجه الفراغ الذي حصل في سوريا نتيجه انسحاب عناصر حزب حسن نصر الله، تنظر تركيا بعين وعين إلى أنها هي المؤهلة لكي تسد هذا الفراغ، وإذا ما سدت الفراغ في سوريا ستنظر إلى لبنان كذلك، عندما سيتم تأليف قوات لحفظ السلام ستكون تركيا حاضرة. أظن أن بضوء تراجع الدور الإيراني الحالي هنالك تصاعد للدور التركي في هذه المرحلة، على الرغم من كل الحساسيات الموجودة بين تركيا ككيان ناتوي من حزب الناتو لكنه شبه متمرد، وبين دول أوروبا التي يعني لا تنظر بالراحة إلى تركيا، وهذا شيء موروث ليس جديد، ومع الولايات المتحدة التي في حقبة الديمقراطيين كانت تناصب تركيا العداء. هذا هكذا هو يعني المرتسم. المرتزم الاستراتيجي الموجود الآن على الساحة. أظن أن دكتور أنا أشكرك إذا نعم ما سمعتك ده. ماذا أسمع؟ الصوت غير واضح دكتور خالد، إذا عندي تعقيب على هذا الأمر. دكتور خالد، نعم دكتور، بس الصوت ما دكتور واضح دكتور، خالد شو كان؟ نعم دكتور وياك، دكتور خالد تسمعني؟ دكتور وياك أسمعك، أسمعك دكتور تسمعني؟ أسمعك دكتور، الصوت راح. دكتور من عندك أعتقد الصوت، الصوت راح عندي، واضح الصوت، انا اسمعك دكتور، اسمعك. اي تفضل دكتور خالد، تفضل. نعم دكتور تفضل السؤال دكتور، عفوا ما سمعت السؤال هو تعقيبك على هذا الموضوع، موضوع فيما لو ترامب فاز كما هو متوقع طبعا، نعم التوقعات فيما لو فاز ترامب بالرئاسة الأمريكية في ضوء المعطيات اللي صار الكلام عنها من قبل الدكتور عبد الوهاب. أفضل دكتور، هل يعني كمنطقة، احنا منطقة الشرق الأوسط هكذا السؤال، هل الشرق يخدمنا الأوسط، فوز ترامب أو يخدمنا كاميلا لا هاريس؟ لا من أنا هو أقصد، عفوا دكتور، أنا يعني أنت شنو تصوراتك فيما لو فاز ترامب؟ ما الذي سوف يفترض في منطقة الشرق الأوسط؟ ما هو تأثيره؟ هل هو لصالح أو بالضد من المصالح العربية؟ نعم دكتور، سواء طبعا هو دكتور مثل ما وضحنا قلت لك موضوع التنبؤ صعب، يعني حتى هم يكاد يصفون ان عمليه المنافسه ما بين المرشحين ترامب وهاريس كاطلاق عمله في الهواء، لا تعرف نتيجتها الا عندما تسقط للدرجه، هذا تشبيه على درجه المنافسه الشديده ما بين المتنافسين. يعني قبل مده كانت هاريس هي متفوقه، الا ان اخر استطلاع لمجله ايكونومست البريطانيه اشارت الى ان هناك تقدم طفيف لترامب، يعني تقريبا يمكن دكتور 54% لترامب مقابل 46 لهاريس. اعتقد عمليه التنبؤ بسياسه ترامب، يعني اذا اصبح رئيس الولايات المتحده، تكاد تكون واضحه دكتور من خلال استنادنا الى الفتره اللي استلم فيها الرئاسه، يعني ملامحها او خطوطها العريضه تكاد تكون واضحه. هو مبدا امريكا اولا، موضوع الانعزاليه، موضوع الانسحاب من الاتفاقات الدوليه واي التزام للولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بالشرق الاوسط، هو ذكر اكثر من مره ان هذه منطقه هي منطقه للحروب الابديه، وعلى الولايات المتحده يمكن تقلل اهتمامها بهذه المنطقه، او اذا فكرت هذه الدول فعليها ان تدفع المال مقابل الحمايه. يعني هذه الملامح هي ملامح نعم المرحلة فترة رئاسته، ما قبل ما يتعلق بقضايا مثل قضية إيران، موضوع التأييد المطلق لإسرائيل على حساب طبعا غزة،
او موضوع التسويه السلميه في الصراع العربي الاسرائيلي. طبعا هو سوف يسير في طريق الاتفاق، عمليه التطبيع ما بين استكمالها ما بين الدول العربيه واسرائيل. اكيد هذا احد الخطوط الاساسيه للمنطقه. يعني هذا بشكل مختصر طيب للملامح فتره ترامب. شكرا شكرا دكتور خالد، شكرا دكتور خالد. تفضل دكتور. يعني أنا عندي وجهة نظر في هذا الموضوع أيضا. هو يعني إحنا لا ننسى أن ترامب هو صاحب مشروع الإبراهيمية أولا. اثنين، هو الذي أطلق مشروع صفقة القرن، نعم يعني التي تؤدي إلى تطبيع بين إسرائيل من جهة والعربية الأخرى من جهة. وهذه الصفقة، صفقة الإبراهيمي، هو الذي تعول عليه أو يعول عليه الكيان الإسرائيلي في موضوع خلق جديد. أنا يعني من هذا المنطلق الحقيقة سألت، أو أحب أن أنطي وجهة نظري، أن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هم مع الكيان الإسرائيلي، يعني جملة وتفصيلا. ربما يختلفون بالتكتيكات، ولكن ترامب أكثر وضوحا وربما أكثر جرأة في الوضوح فيما يتعلق بال الإبراهيمية وصفقة القرن التي يمكن أن تؤدي لاحقا إلى تغيير خرائط الشرق الأوسط. يعني نتذكر قبل أيام، ما صار كثير، يمكن قبل يومين أو ثلاثة، بلينكن في زيارته إلى إسرائيل، حين غادر إسرائيل يعني قال ما معناه أنه أنا عجزت عن إقناع الإسرائيليين، ويبدو أنه إحنا ذاهبون نحو تغيير المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، تغيير خرائط ما قبل 100 عام. تغيير خرائط ما قبل 100 عام معناها يعني هناك خرائط جديدة غير خرائط ساكس بيكو. وبالتالي فإن الحزبين، بلينكن يمثل الديمقراطيين، وترامب بنظريته في موضوع صفقة القرن والنظرية الإبراهيمية، يذهبون فعلا إلى تأييد تحقيق تغيير. وجهة نظري في هذا الموضوع، يعني إلى جانب وجهات نظر جنابكم الكريم الدكتور عبد الوهاب والأخ الدكتور خالد، أنه احنا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا هو السؤال اللي يطرح نفسه دائما، أين نحن العرب؟ وجهة نظري أن هناك تغيير جذري سوف يحصل في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذا التغيير الجذري ربما ترامب يختلف عن أو الحزب يعني الجمهوري بقيادة ترامب عن الحزب الديمقراطي بقيادة هاريس، يختلف في طبيعة التوجه أو التفاعل أو الوسائل، استخدام الوسائل اتجاه إيران، رغم أن ذلك لا ينفي أن إيران سوف تظل اللاعب الإقليمي الموازي للاعب الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وأن عملية التخادم الإيرانية الإسرائيلية ناظمها الأساسي هي الإدارة الأمريكية، يعني هي الناظم الموزع ما بين الدور الإيراني والدور الإسرائيلي في المنطقة العربية، مع بعض التغييرات لدى ترامب. يعني إذا كانت إيران غير مسموح لها بالامتداد أكثر، ومطلوب منها أن تتنازل عن جزء كبير من برنامجها النووي وصواريخ الاستراتيجية ومناطق النفوذ من وجهة نظر ترامب، وهذا خلاف طبعا وجهة نظر الديمقراطيين
الذين هم أسسوا لهذا التواجد الأمريكي مع الأسف. لكن هذا لا يعني التنازل عن الدور التخادمي أو توظيف الدور الإيراني في المنطقة العربية، حتى ينتهي الموضوع إلى إعادة تقسيم أو إعادة النظر بخرائط المنطقة العربية لصالح إسرائيل أولاً، وربما بعض المناطق لصالح إيران ثانيا، ضمن مناطق توزيع النفوذ بين المنطقة بين كلا الطرفين القوتين الإقليميتين. ربما يعطون لتركيا هامش بقدر الطموحات التركية، لكن تبقى المسألة الأساسية هي أنه تبقى منطقة الشرق الأوسط ضمن هذا التوزيع الجديد، تبقى منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية تحديدا بعيدة عن النفوذ الشرقي، يعني الروسي الصيني، أو أن يكون هناك وجود محدود مرضي عنه لا يؤثر على الاستراتيجيات الأساسية في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك يعني أريد أنتهي في هذا الموضوع إلى أين نحن العرب؟ وهذا هو سؤال شاغل، يعني شاغل المفكرين والمثقفين العرب، أنه أين نحن؟ نحن في لا مكان الحقيقة، مع الأسف طبعا. يعني اللاعب العربي لاعب غير فاعل، بل هو لاعب متلقي، هو ينتظر، هو يبحث عن الأمن. ولذلك هناك أطراف عربية تبحث عن الأمن تحت المظلة الإسرائيلية فتذهب إلى التطبيع، وهناك لاعب عربي يبحث عن الأمن تحت المظلة الإيرانية، وهذا بسبب غياب المشروع العربي. واضح غياب المشروع العربي خاصة في مرحلة ما بعد الأمريكي للعراق وما بعد ما حدث في ليبيا أيضا، وتراجع الدور القومي في كثير من الأقطار العربية، والذهاب نحو الانكفاء القطري. كل قطر عربي الآن منكفئ ذاتيا، حتى المثقفين، بعض المثقفين العرب لما واحد يجادلهم تشوف رأسه يرجع للقطرية، رغم أنه هو يتكلم بالقومية لكن يرجع لقطريته ويبدأ يبحث عن مصالح القطر. فكيف الحال مع الشعب العربي الذي لم يعد لديه صوت في قضايا قومية أساسية؟ وهذه متغيراتها كثيرة وأسبابها كثيرة، منها الفشل في السياسات، الفشل في السياسات العربية سواء كانت من القوى بين قوسين أو بين هلالين، القوى الثورية أو التقدمية اللي سمت نفسها، أو القوى التقليدية العربية أيضا في مقاومة هذه القوى التقدمية. أنا أردت يعني أدلي برأيي هنا قبل أن نختم، إذا كان الدكتور عبد الوهاب عنده رأي أو تعقيب في هذا الموضوع، لأنه عدد المشاركين عندنا ما أعرف إذا في ملاحظة من أحد الإخوان الموجودين قبل أن يختم الدكتور عبد الوهاب والدكتور خالد، فإذا في رأي آخر من الأخوة ومعددهم الآن الموجودين، يعني فقط 4 وإن كانت هذه المحاضرة 4 اللي هو احنا. أي نعم هو أحمد. بهالحالة إذا نذهب إلى الدكتور عبد الوهاب. دكتور عبد الوهاب، إذا عندك خاتمة في هذا الموضوع رجاء. طيب، شكرا جزيلا. يعني حقيقة أنا ما أختلف مع الطرح اللي تفضلت به. أنا عندي يعني احنا نسأل نفسنا ونجلد نفسنا العرب. احنا دائما حقيقة تعرضت العرب لكثير من الجلد بعد 7 أكتوبر 23، كثير من الجلد، منه ما هو محق ومنه ما هو غير محق حقيقة. يعني بالتأكيد نتيجة تشتت الإجماع العربي اللي في يوم من الأيام، يعني بس أخذكم إلى عام 1964 مثلا، عندما رفض الصهاينة يعني العمال النقابات المتصهينة الأمريكية في نيويورك تفريغ باخرة مصرية اللي هي كليوباترا مشهورة. في اليوم الثاني من هذا
أضربت كل موانئ العرب ومنعت، هذا نحكي بال 64، نعم كان هنالك الملك فيصل في السعودية وهو ضد عبد الناصر، وكان هنالك قوى رجعية وقوى، والقوى الثورية كانت ضد عبد الناصر أساسا، لكن كل موانئ العرب أوقفت عملية تفريغ البواخر الأمريكية، مما اضطر الولايات، سلطة الولايات المتحدة أن تتدخل في اليوم الثاني وتأمر بإفراغ كليوباترا، وتم تسوية الموضوع على هذا الأساس. من ناحية أخرى، المشكلة هي ليست في يعني هو الحقيقة المشكلة أساسا هي في القيادات، عدم انسجام القيادات العربية هو الذي ولد الوضع الفاهي الباهت. لو الآن لو العرب اجتمعوا واتخذوا موقفا دبلوماسيا حازما، ليس بالضرورة، أنا شخصيا لست من الداعين إلى أن مثل كل مرة وياهم وياهم عليهم عليهم كما يقال، يعني عندما حصل 7 أكتوبر لازم الكل يبدون يضربون، وإحنا شفنا هذا المستهتر اللي في عليه مذكرة دولية بالاعتقال، واللي يدير كيان دولة، ما الذي فعل بلبنان وما الذي فعل بإسرائيل دون ما رادع من ضمير. ولو وحتى تمرد على إدارة بايدن في كثير من الأمور، أفشل محاولة إدارة بايدن في تمرير الصفقات خلال هذه السنة بلس الزائد اللي مرت. لكن لو كان هنالك موقف حقيقة، يعني موقف حازم يمرر مواقف تزيد من ضغط الحالة على المتجبر الموجود في تل أبيب، لكان موقفا آخر. إذا هنا يلام الحكام العرب بأنهم قد قاموا بأنفسهم بالتنازل عن قدرات كانت ستقويهم. انظر الآن، لو لوحت مصر رسميا وليس من تحت الطاولة، لو لوحت مصر رسميا بأنها ستعلق التزامها بمعاهدة كامب ديفيد، ليس بالضروري أن تقوم بالهجوم مثلا، لكنه مجرد التلويح دكتور، بأننا سنعلق التزامنا لأنكم نعم دكتور، يعني يعني نعم خرقتم التزامكم. نعم يعني هو هذا الموضوع معروف، انه موضوع الموقف المصري او الموقف الاردني او نعم المطبعه مع اسرائيل، لكن هذه لا يمكن ان تحدث في ظل غياب المشروع العربي. يعني لو كان موقف عربي مشترك، لو أنا كانت هذا الذي أقوله، لو كان هنالك موقف عربي مشترك، نعم كان بالامكان. علما بأن الأطر التنظيمية حقيقة هو هذه هي الكارثة. أنت نعم لديك أطر تنظيمية قادرة على أن تجعل الوطن العربي يتصرف كدولة كونفدرالية بالمستوى الذي يتصرف به الاتحاد الأوروبي وربما أكثر. يعني احنا نتذكر من فضلك، يعني حتى نستمع للدكتور خالد ايضا، نتذكر انه الولايات المتحده الامريكيه وكذلك استراليا وربما اعتقد هولندا او عدد من الدول قرروا نقل السفارات الى القدس. نعم هذه بدايه الثمانينيات اظن، مو نعم هالشيء، نعم عندما اتفقت السعودية والعراق على نعم والعراق والسعوديه، نعم مجرد صار اتفاق سعودي عراقي على إيقاع العقوبات الاقتصادية ومنها ضخ النفط للدول فيما لو نقلت السفارات إلى القدس. جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة نازلت عن هذا الموقف وقررت عدم نقل سفاراتها إلى القدس. دكتور خالد، تفضل من رأيك، من فضلك إذا عندك يعني تعقيب أخير قبل ما ننهي الندوة حتى لا نأخذ وقت أطول. دكتور خالد، دكتور خالد، دكتور تسمعني خالد، دكتور؟ اي نعم تفضل تفضل دكتور. نعم العفو دكتور، انا ما راح اعطي، لكن اقول ان شكل المنطقه خصوصا منطقه الشرق الاوسط ما بعد 7 اكتوبر هو ليس ما قبل 7 اكتوبر، المنطقه الان في مرحله جديده، هاي اول احنا قصدنا ما بعد الانتخابات الامريكية،
ما لنا علاقة نعم معك. دكتور، ما اي هو الموضوع متوافق نعم دكتور، يعني موضوع الآن أذرع إيران بدأت تقريبا، أو إيران وقدرتها على بسط نفوذها بالمنطقة بدأت تقل. الآن اليد الطائلة سوف تكون، أعتقد يعني ما بعد الانتخابات، خصوصا إذا وصل ترامب، راح تكون إسرائيل هي اليد العليا في المنطقة، وهذا سوف بالتماهي مع يعني عمليات التطبيع التي سوف تستمر. فإحنا أين سوف نكون من هذا الموضوع؟ يعني بالنسبة لإيران أعتقد أن دورها سوف يبدأ بالتراجع أو بالانحسار في المنطقة على حساب بروز دور إسرائيل، يعني خصوصا الدول العربية التي سوف تذهب في هذا المسار، موضوع التطبيع. إحنا وين حنكون من هذا الموضوع كله؟ نعم ترامب هو إذا ما وصل فبالتأكيد التأييد لإسرائيل سوف يكون بشكل مطلق وبشكل أكثر من الحزب الديمقراطي إذا ما وصلت كامالا هاريس. فشكل المنطقة أعتقد بعد الانتخابات الأمريكية، خصوصا إذا ما وصل ترامب وهو الأقرب بشكل أو بآخر للرئاسة، شكل المنطقة سوف يتغير. أعتقد أن المنطقة سوف تسير باتجاه التطبيع، خصوصا الدول الرئيسية أو المحورية وعلى رأسها طبعا السعودية. دور إيران سوف يتقلص بشكل أو بآخر. العراق أيضا إذا ما يعني العراق إلى الآن هو موقفه متأرجح، هل هو مع يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو بشكل رسمي يعني بشكل محايد، الخطاب الرسمي يعني أنه بشكل حيادي فيما يتعلق بالصراع المحور المقاومة مع محور الدول الباقية. فهنا الموقف العراق وين راح يتجه؟ هذا أيضا يهمنا هذا الموضوع. يعني نعرف أن ترامب سوف أيضا يمارس، إيران سوف يشدد العقوبات، سوف يجبر إيران بشكل ضغط أكبر بما يتعلق بموضوع الملف النووي الإيراني. أيضا نحب نشوف سياسة العراق الخارجية يكون لها نوع من الاستقلالية عن الإيران، عن إيران، باعتبار أن الدور إيران سوف يقل نوعا ما في المرحلة القادمة في حساب، على حساب بروز يعني السياسة السعودية. وكما نعرف أيضا أن سوريا هي الآن في، أكو سمعت قبل أيام أكو هناك مفاوضات مع السعودية لإخراجها من موضوع المحور الإيراني في مقابل انضمامها للسعودية، مقابل أن تقوم السعودية بإعادة يعني اندماج النظام السوري في المنظومة العربية من جديد. فهاي المنطقة أعتقد يعني ما بعد الانتخابات سوف يكون شكلها مغاير تماما عما سبق. هنا هو المطلوب، ما هو المطلوب منا احنا كدول عربية في هذه المرحلة. طبعا بالنسبة للدول المتطبعة، مصر هي ايضا ماشية في هذا الاتجاه. موضوع غزة اعتقد هذا كملف يعني ان انتهى، موضوع حيكون هناك حكومة فلسطينية واحدة تحكم غزة وتحكم الضفة الغربية. يعني هذا بشكل مختصر دكتور للتنبؤ في مرحلة فيما إذا ما وصل ترامب والأمور تسير بهذا الاتجاه. أما إذا وصلت كاميلا هاريس فإن الموضوع ممكن يختلف قليلا فيما يتعلق بالتشدد الأمريكي أو موضوع التطبيع مع الدول العربية، يمكن تكون حدته أقل ما إذا وصل ترامب. يعني ترامب هو أكثر يعني قابلية على الدفع بهذا الموضوع باتجاه التطبيع مع إسرائيل. يعني شكرا دكتور خالد، شكرا. يعني هناك ايضا موضوع مهم، هو انه احنا نعرف ان المشروع الاسرائيلي سوف لن يتوقف عند غزة، وكذلك سوف لن يتوقف عند حدود جنوب لبنان، وانما هناك خطة مدعومة من اوساط مهمة بالاوساط الامريكية، سواء كان الحزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري فيما يتعلق بالضفه الغربيه وشكل نعم الحكم في قطاع غزه. لانه انا اتصور من وجهه نظري من خلال متابعتي ايضا انه غزه سوف تكون بدون حماس، لكن حماس يمكن ان تكون طرف في منظمه التحرير الفلسطينيه، وهو الحل على الاقل الذي يمكن ان يخرج الفصائل الفلسطينيه من هذه الازمه الحاليه التي حصلت بعد 7 أكتوبر، هو إيجاد حل لطبيعة الوجود في غزة. لأن غزة مثل ما هو معروف هو ما هو المستقبل؟ هذه منطقة تحتاج إلى 90 مليار دولار، أكثر من 90 مليار دولار لإعادة البناء
وبظروف لا تقل عن 9 سنوات. فما هو الموقف الأمريكي من المخطط الإسرائيلي ومن الذي سوف يمول؟ طبعا هي دول الخليج التي سوف يقع على عاتق التمويل. هاي واحد. اثنين، ما هو الموقف من الضفة الغربية وكيف سيكون شكل السلطة الفلسطينية أيضا، خاصة أن هناك رؤية إسرائيلية متطرفة أنه لابد من تضييق الخناق على السلطة الفلسطينية حتى لا يكون لها أكثر من دور محدود، ربما ضمن 15% من الضفة الغربية وبصيغة الحكم الذاتي. وربما تشهد الضفة الغربية مشاكل أخرى، وبالحالة أين سيكون الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية؟ وهناك مشاريع التهجير نحو الأردن وقيام الدول البديلة، وربما حتى في الصحراء الغربية للعراق وإلى آخره، لتحقيق معادلة سكانية جديدة في منطقة المشرق العربي وخاصة العراق. على كل، هذه كلها تساؤلات وكلها رؤى وجهات نظر يعني حاولنا في هذه الندوة الحوارية أن بس نضع. شو، اسمح لي دقيقة دكتور عفوا هاني، عفوا دكتور، كلمتين يعني مش كثير. تفضل تفضل دكتور. حقيقة أنا يعني لست إلى تلك الدرجة من التشاؤم، بالنسبة لطموحات الكيان. وطبعا طموحات الكيان الآن دا يقرروها 3 2 + 1، سموريتش وبنغفير ونتنياهو. يعني هذا التطرف اليميني واللي بيه كل هذا الحكي، هذول الثلاثة ترى وليس الآخرين. الآن لنأتي إلى الواقع، عرب 48 25% من السكان، هم يقولون 21.5 22، هم 25 الآن ربما أكثر. 2039 عرب 48 سيشكلون 50% من سكان الخط الأخضر. طيب إذا أصبحت الآن بإزاء دولة ثنائية القومية. أثبتت كل الحروب اللي جرت وراء عام 67 حتى الآن بأن الفلسطيني متشبث بأرضه ولا يخرج، وغزة مثل، غزة مثل لن يخرج، وكذلك من الضفة لن يخرج. طيب نحن الآن اليهود العالم كلهم 15 مليون إنسان، 40 أو 50% منهم في داخل الكيان والباقيين برا. بس في مع أول رنة جرس يعني سيغادر على الأقل مليون مليون ونص إلى الخارجية. هاي في مال غزة يمكن طلعوا حوالي نص مليون برا. هاي اثنين علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار. نعم طيب نحن الآن 7.5 مليون يهودي، أمامهم يعني أمامهم 7.5 مليون عربي، 50 50%، زائدا جماعة الضفة، زائدا فلسطيني الأردن، ولا أقول فلسطيني الشتات. هاي واحد. اثنين، راح أختم. اثنين، هذه السنة اللي مرت وقادها فيها إسرائيل بشراسة في غزة وفي نعم. لبنان نتيجة الدعم الصوت اللامحدود دكتور، الصوت راح من من إدارة عندي، بايدن. طيب الصوت إذا هي راح من ماليا عندي، لا تستطيع الإدامة. ماذا أسمع؟ ماذا تسمع؟ الآن واضح؟ واضح؟ الآن واضح صوتي؟ ما أعرف الصوت إذا شو؟ الصوت مسموع، يمكن لأنه أنا بالنسبة لي ما أسمعش. مسموع دكتور خالد أي نعم، تسمعني؟ رجعت. أي نعم، نسمع صار واضح. صعب. هسه أنا إذا أسمعك، هسه أنا إذا أسمعك. نعم. اوكي، انا عندي كلمتين اخيره. يعني اللي قلته انا، الموضوع السياسه الديموغرافيه والسكانيه، عمليه المراهنه على تهجير الفلسطينيين لا اظن انها تنجح بسببين: واحد، تشبث الفلسطينيين بارضهم كما حصل هاي الحروب التي اعقبت 67، وهاي حرب غزه تحديدا، مليونين انسان في غزه ما قبلوا يطلعوا، تدمروا وماتوا وقتلوا وكذا، بس ما حد منهم طلع. لو كانوا يريدون الهروب لهربوا، لوجدوا وسيلة للهروب.
هاي واحد. اثنين، الموضوع المهم جدا اللي اردت اختم به وما سمعته، هو ان الذي مول حرب غزة هي الإدارة الأمريكية وكثير من الأوروبيين. لكن هذه تمام. الإدارة الأمريكية اللي مولت غزة قامرت بمستقبلها السياسي في الولايات المتحدة، راح تسقط لأنه هي مولت غزة، لأنه أجبرت المواطن الأمريكي أن يباوع فلوسه اللي يدفعها ضرائب حتى يرتاح تروح تصير قنابل تضرب الناس. هذا هو سر المظاهرات في الجامعات والتمرد بين الشباب. عندما سيأتي ترامب، وترامب عملي، لا أظن بأن هذا الدعم اللامحدود للكيان اقتصاديا سيستمر. عند ذلك على إسرائيل أن تواجه في اليوم الثاني بعد انتهاء الحرب كيف ستداوي جراحها الاقتصادية من جهة والتي حصلت. شكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتور عبد الوهاب، شكرا لحضرتك على هذه الإطلالات ووجهات النظر المتميزة، كونك حضرتك أنت ميدانيا وليس فقط متابع للسياسة الأمريكية. وأيضا شكرا للأخ الدكتور خالد على هذه الإطلالات العلمية النوعية فيما يتعلق أو التوقعات فيما يتعلق بنتائج الانتخابات تجاه المنطقة العربية أو المناطق المهمة التي عرجنا عليها في هذا اللقاء الحواري، موضوع الصين وأوكرانيا وكذلك منطقة الشرق الأوسط. أنا أشكركم على هذا الحوار الموضوعي، وأعتقد هذا اللقاء الحواري يعني يثير كثير من الجدل ووجهات النظر الأخرى المتفقة أو المخالفة، وهذا أمر طبيعي جدا. أشكر الأخ الدكتور كريم لمتابعته وإيانا في هذا اللقاء، وشكري موصول للدكتورة وفاء التي قدمت في تقديمها الراقي لهذه الندوة، وللأخ الأستاذ عمار سرحان رئيس المركز الديمقراطي، رئيس مركز الديمقراطية العربي في برلين. وإلى لقاءات أخرى، نأمل أن نواكب ما سوف يحدث من تطورات في الانتخابات الأمريكية، وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، شكرا جزيلا دكتور. شكرا شكرا. دكتور كريم كيفك؟ شكرا شكرا دكتور هاني حيثي على هذه الإدارة. بطبيعة الحال نشكر الدكتور عبد الوهاب القصاب والدكتور هاشم على حضوركم جميعا وإدارتكم لهذه الندوة. بطبيعة الحال سوف نتابع جميعا وسوف نبقى على متابعة مستمرة لكل فعاليات الانتخابات الأمريكية، وسوف نسعد بأن نعقد ندوات مستقبلية لمتابعة هذه الانتخابات وتقييم النتائج فور انتهائها، وندعو الجميع إلى متابعة أنشطة المركز الديمقراطي العربي، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا. شكرا لكم. إن شاء الله. شكرا شكرا دكتور، مع السلامة. تصبحون على خير، مع السلامة.